الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى الصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح الأئمة الأربعة المجتهدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء الفاسرين وسادة الصوفية المحققين وتابعي بإحسان إلى يوم الدين وإلى الملائكة المقربين وجميع أولياء الله الصالحين خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu ruhu al-aziz dama alaina wa a'ada alaina wa ala auladina wa dhurriyyatina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa karamatihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah syai'un lillahi wa lahumul fatiha a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة وصلى أرواح جميع لا إله من مشارق الأرض إلى مغاربها وجميع مشايخنا وأستاذنا ومعلمينا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها من يمينها إلى شمالها كل شيء لله ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة على نية صالحة أن الله يجعل هذا الزواج زواجا مباركا في الدنيا والآخرة بجاه أبي الزهراء زوج الكبرى وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sulthanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Wa salatu wa salamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal ahfal wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'il sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha asyadda ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ya Allah min an-ni'amati tamamaha wa min al-ismati dawamaha wa min ar-rahmati shumulaha wa min al-afiyati husulaha wa min al-aishi arghadahu wa min al-umri as'adahu wa min al-ihsani atammahu wa min al-in'ami ammah bifadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah mujibati rahmatika wa azaim maghfiratika wal ismata min kulli dhanbin wal ghanimata min kulli bir wa salamata min kulli ismin wal fawza bil jannah wan najata min an-nar. اللهم يا الله لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا أديتها ولا دينا إلا قضيته ولا أسيرا إلا يسرته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ولا مريضا إلا شفيته يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف ولطفنا في تيسير كل أسير فإن تيسير كل أسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واختم لنا يا الله بكمال الإيمان وادخلنا الجنة مع المرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المقطاع بسلطانه المرهوب من عذابه وسطته النافذ أمره في سماء وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته جعل المصاهرة سببا لاحقا وأمرا مفترضا أوشج به الأرحام وألزم الأنام. فقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسرا وكان ربك قديرا فأمر الله يجري على قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله تساءلون به والأرحام
innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuqillaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa innal umura kullaha biyadillah yaqdi fiha ma yasha wa yahku ma yurid, la muakhira lima qaddam wa la muqaddima lima akhar, wa la yajtami uthnani wa la yaftariqan illa biqada'in wa qadar wa kitabin min Allahi qasabak. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li walidayya wa li mashayikhi wa li sa'il muslimin wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Imam Bukhari bin Madin, uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Ya Imam Bukhari bin Madin, ankahtuka wa zawwajtuka mahdubataka ala ibnati Siti Qayyimah bi mahri 500 alaf rupiyatin halan. على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. سلام عليك، صل سلام عليك،
salam alaika salawat Allah alaika fadrabu yahlal mathani fa'azarul yumni warrad wastadi مرحباً مرحباً يا نور العين مرحباً مرحباً جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله يا الله نرتجي منك الشفاء يا الله لجميع الحاضرين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله هادي محمد يا الله نرتجي منك الشفاء يا الله لجميع الناذرين يا الله رب فاغفر لي ذنوبي يا الله دي محمد يا الله نرتجي منك الشفاء يا الله لجميع السامعين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله دي الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد يا الله صلى الله عليه وسلم يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdalah fi ni'mati wa kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sulthanik. Allahumma ya Allah wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah bi fadlika ummana wa bi lutfika fufana. Wa ja'al 'aqda Ahmad Bukhari 'ala qayyimah 'aqdan mubarakan ma'suma wa alqi bainahuma ulfatan wa qararan da'ima. ولا تجعل بينهما فرقة وفرارا وخصاما واكفهما مؤنة الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وألق بينهما المحبة والوداد واهدهما سبيل التقوى والرشاد وارزقهما النصر الصالح من البنات والأولاد ووسع عليهما رزقه وفاتهما من مكائد الخلق وجنبهما عن سوء الأخلاق برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير وارزقهما خير الدنيا والآخرة اللهم بارك لهما في حياتهما وأمرهما وبارك لهما في علومهما وأرزاقهما وبارك لهما في أولادهما وذرياتهما
وبارك لهما في جميع ما أعطيتهما يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدتنا خديجة الكبرى وسائر أزواجه، وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي بن أبي طالب وبين سيدتنا فاطمة الزهراء البتول رضي الله عنها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء الوضع وشماتة الأعداء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من سوء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا ولا طاعتك وشكرك عنا وعلى الإسلام والإيمان توفنا وأنت راض عنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واختم لنا يا الله بكمال الإيمان وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا الله يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.